خبر عاجل وهو خاص بحكام مباراة الأهلي وصن داونز، وتم الإعلان عنهم بشكل رسمي من قبل الاتحاد الأفريقي. حكم مباراة الذهاب ما بين الأهلي وصن داونز هيكون الحكم الكونغولي جون جاك نجامبو، ده هيدير مباراة الذهاب ما بين الأهلي وصن داونز. والحكم الجامبي باكاري جاسامة سيدير مباراة الإياب يوم 7 مارس بجنوب افريقيا، ده طاقم التحكيم الخاص بمباراه الاياب والذهاب. الحكم الكونغولي جون جاك جامبو ده هيكون الحكم لمباراه الذهاب، وبكاري جسامه الحكم الجامبي اللي معروف في الحقيقه بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي هو هيكون حكم لقاء الاياب. تعليقك يا دكتور. تعليق كده مش يعني مش شيء يطمئن يعني. ما يطمنش. لا ما يطمنش. بكاري جسامه تحديدا يعني. وبكاري جسامه مباراه اياب